دور دور كلوز ذا دور. فيديو هون هلا كله كمام توس لانه في لايف وما فيش تشيك ثاني فيش صافي يعني تبع تمام يلا فرح علينا الجائزه كمام فرح تبع تبع في لايف مش لايف لايف عمجو ولا لايف اللي ورا عادي صح تعال 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 يلا كله يجي كله يجي شباب ممكن تجمعوا شوي بس تقربوا شوي السلام عليكم كل عام بخير حقيقة يعني اليوم احنا سعداء جدا في شركة بن حمود للسيارات وشركائنا الاستراتيجيين جنرال موتورز وهذه الكوربت الإمارات حقيقة الحمد لله رب العالمين يعني لأنعم علينا وتفضل علينا ورجعنا للأنشطة ورجعنا لممارسة رياضة السيارات مرة أخرى. إحنا في شركة بن حمود للسيارات واجبنا دائما دعم رياضات الشباب وخصوصا السيارات علشان هاي السيارات يمارسوا الرياضة في أماكن آمنة مع تجهيزات آمنة مع إدارة آمنة لياس سواء كان في ياس أو في سويحان ماي في دلال سويحان. نحن في شركة بن حمود للسيارات دائما راح نكون موجودين دائما بنأكد على شعار إنه للسرعة ضمان والطريق أداء نادي الكاميرو ولا نادي السلفراد ولا نادي السيارة ولا اليوكل والتاهو كلكم أندية عزيزة علينا وإحنا راح نستمر في دعم هاي الأندية مستعدين ندعم كل أنشطة رياضة السيارات وتحديدا الشباب. وانت شفت اليوم تجربة لأول مرة تدخل على حلبة ياس تجرب سيارتك على دراج كانت موجودة لكن بالحلبة اليوم هذا شيء جديد. اعتقد انه هذا حيعمل دعم لماركه الكوربت والكاميرو لانه مرات قادم ان شاء الله حيقدر يشارك في انشطه بتقدمها شركه بن حمود للسيارات بتنظمها مع شركه جنرال موتور شركائنا الاستراتيجيين واحنا دائما في دعمكم ودائما متواجدين معكم. حياكم الله شرفتونا اليوم تفضلوا فرح يعطيكم العافيه يا شباب الجيل الاول للجيل الثامن كل الشكر تحياتي لكم. اسمحوا لنا على الكسور لو في شيء بخاطركم ان شاء الله او اقتراحات احنا حاضرين نوصلها لبن حموده ان شاء الله ما اكون قصرت مع حد بشيء او في شيء للشباب حد زعلان يعطينا الكومنت يا باي الحين ان شاء الله فنادي بالاسامي مثل ما قلت اسمه ما بيكون موجود او ما بي يعني اذا خلصت الجواز ان شاء الله بس يوجه للاداره اسمه وانا اطير حاضرين هني انا هني ها ترى عادي اول واحد اقول لك اسمه سيفور لا مجدي لا. Thank you.
بينكم بالنص يعني ولا كيف؟ سي 7 سلطان علي طبعا هذا الدرع مقطع عليه شعار حلبة ياس شارع اليوم ياس هذا يعني ذكر طيب عبد الله نور الدين سيوان Thank you very much for this trophy and joining with the Everest Corvette Club. I love this group and I'll be with the group. Our group. You are so pleasure that you are with us. Welcome, welcome. فارس يسمي عمره فارس بوس فارس بوس فارس غايب غايب اتش سي 8 منو اتش سي 8 اتش اتش زوجي محمود مهدي محمود زي لازم صورة بدون كمون قلت لي كلها سام صورة بدون كمون ما احنا سلام بليد هذا انا اخونا تباعد حسن حسن مكتب عجمان حسن عجمان ايه مال عيمان اي خالد محمد عيمان راح يموت خالد محمد رقم السياره كم خالد محمد اوه مرزوق يا الله 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 يا
بعد هذا عبد الرحمن معه. ورا بعض شوف عزيز المطروشي يا اخي اكتب اسمك تحت ما اسمع عبد الرحمن بس بعد الشامسي هو الشامسي لا مش انت شكرا لك بلاء وافي وافي
عضو جديد. شباب مين اللي مسرين شباب؟ لا والله من الشباب يسجلوا سامي أول مرة. أنا. ريازي استلم. ريازي استلم. بس في اسامي مسرين. حمد. حمد النجمي. حمد هي روح. حمد روح. شباب أرجوكم. أرجوكم الانصراف بهدوء من الطرف الطرق على مهلكم توصلوا بالسلامة ونشوفكم بمشاركات قادمة جابري سلام إن شاء الله نشوفكم مشاركات قادمة شرف إلا مشاركتكم هاي إحنا يعني جدا على هاي المشاركة ونشوفكم إن شاء الله في بطولة الخليج القادمة في سبيحان ماي إن شاء الله جهزوا سياراتكم خبروا اصحابكم اللي يحب كمان يحجز سيارات لان السيارات اللي هي كورفيت محجزه كورفيت كاميرو سيلفرادو سياره كلها يوكون تاهو راح تكون موجوده كم سياره كلاسيك موجوده مايد سويحان بسويحان يعطيكم العافيه يا شباب شكرا تفضل حيا مايد حيا مايد هو العاقل انا ما لي دخل انا بتشرف اني بكلم دي كانت الاحتفالية بتاعت بن حمود للسيارات للتراك داي ايفنت على الكورفيت زي ما انتم شايفين ايمن بس بدون تصوير تكريم فاطمة انا كنت محترمه ايمن ايمن والله تكرمني ايمن نكرم فاطمة والله اكثر وحدة كانت تسوق في السي 8 وهذا تعال تعال شباب 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 ريكو هاي ريكو عشان خلاص البطارية تفصل باي باي رجعنا لكم مرة كمان مع الكورفيت تراك داي حلبة الياس في ابو ظبي يلا كله اتجمع
لموا اصحابكم يا شباب عشان تشوفوا الكورفيت على التراك زي ما انتوا شايفين. كمان كمان عايزين فيورز كتير. يلا تراك داي تسابق. ومعنا ابو فلاح رئيس نادي كورفيت الامارات. صباح الفل يا رئيس. صباح الورد. عامل ايه؟ والله تمام. مستعد للسباق؟ 100 100. اي سياره معاك؟ جراند سبورت كولكتر 2017. ما شاء الله حبيب قلبي. ستوك ولا في اي تعديل؟ ستوك. الحلبه تحتاج درايفر مش تعديل زياده. يا عيني على الدرايفر حبيبي. يلا ربنا معاك وطريق السلامه. امين. خدني واحده كده يا حماده. يلا خد لك صوره. يلا اه يلا يا ابني. اه زيزو طيب. وما شاء الله زي ما انتم شايفين التراك بيستعد. كل الشباب ريدي 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 ريدي. يلا جو. معرفناش نكلمه طبعا عشان الدوشه اللي عاملها. احنا في حلبة ياس الفورمولا 1 تراك مع نادي الكورفيت والامارات زي ما انتم شايفين. سيفن هنسي من الدفعة الأولى اللي طلعت من مصنع شيفروليه وخذاها جون هنسي في 2014. 100 حبة في العالم ما شاء الله. أنا السيارة الوحيدة اللي في الشرق الأوسط الميدل إيست. رقمها 24 حتى هاي البليت اللي على الشاصي هنا هذه هي 24 من 100 حبة. وما شاء الله عليه يعني سيفن هنسي هورس باور ما شاء الله. طلقه ما شاء الله ما شاء الله. درايف سيف. ها يلا حل شباب ابتدوا يتحركوا. يلا ميمو امامي جابوا هنا. يلا 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 اشوفك تاني. كل فيديوهاتك حلوة يا ميمو. و ندخل عندي ناس اصلا فيسبوك يشوف. طب يلا يلا كمل كمل كمل. ارجع ورا
هقفله هروح بقى على الانستغرام ولا فيسبوك كمان. يلا باي باي شويه كده ونرجع لكم تاني هنا على التيك توك. ورجعنا لكم مره تانية زي ما انتم شايفين التراك داي للكورفيت ابو ظبي. السابقين بيستعدوا ل تعالى تعالى فين المايك هنا تعالى هنا على 12 يا محمد. دلوقتي بس انا هعمل حاجه خلاص خليه. شكرا يا حماد خليه في جيبك. زي ما شايفين الكورفيت الكلاسيك مش هنقول عليها كلاسيك يعني دي مش بعيده كتير دي التسعينات. كونفورتبل كمان يلا عايزين فيورز كتير. انتوا ما بتزيدوش اللي انتوا نايمين ولا الساعه كام عندكم؟ الساعه انا عندي هنا 12 الظهر. صح شويه يلا اوكي خد خليه معايا سلو خليه معاك. وانا نضارتي فين؟ نضارتي يا مان. شباب
اكتر اكتر اكتر. زين فيورز يلا صورنا يا عم. يلا يا زيزو وين مايكات عربيتك بقى خلصنا يا صباح الفل حسين يلا عاملين ايه تمام انا هتصور مع السيارات انا هتصور مع السيارات يلا شوف لي واحده اصور معاها بس ما تقعدش عليها بقى عشاء تعالى يا حماده يلا شوف شوف كيف شوف كيف واو وريني واوين حلو طب يلا حلو خدني انا كمان واحد صورة يلا تفضل تحب توقف عند اي واحدة فيهم ها على البيضة يلا زيزو صورني صورة عند السيارات كلكم بصوركم كلكم ما حد بصورني ليش تعال لا لا اسمع صور على البورتريه يا صور على البورتريه امان 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 طيب هناخد بريك ونرجع لكم تاني باي باي ده واحدة جو برو بتاعت مين كسروها ممكن الراوند الثاني ما حد داس عليها ما حد داس عليها دي قارت خلاص خلاص ما حد داس زي ما انتم شايفين احنا اليوم في التراك ده للكورفيت
ياس مارينا سيركت، يوم رائع للكورفيت، كل مالك الكورفيت.
حاليا في حلبة ياس في ابو ظبي ياس مارينا سيركت. كان بيسأل احنا فين بالظبط. زي ما انتم شايفين ده نادي الكورفيت، هو تراك داي مع بن حمودة للسيارات. وهنشوف مين السيارات اللي موجودة. يلا لموا بعض لموا بعض عشان تشوفوا كلكم. يلا ديمو شوف العروسة دي. احنا لايف الموبايل على الموبايل وقع عشان برد عليه بس حبيبي. احنا لايف على تيك توك. امسك كده شوية مؤمن كلمهم شوية. صباح الخير يا جماعة، اخباركم ايه؟ انتوا مش متخيلين النهاردة الاجواء تحفة ازاي وجميلة، والنهاردة الكورفيت عاملين شغل عالي جدا جدا جدا. ميمو انت بتعمل ايه؟ انت رايح فين؟ حبيبي النضارة وقعت كمان يا نهار ابيض. طيب تعالى نلف لفة كده نشوف نقلب لكم الكاميرا عشان تشوفوا اللي احنا شايفينه وحاضرينه حالا. طيب انت عندك لايف على انستغرام؟ افتح لايف انستغرام. يلا اوكي. زي ما انتم شايفين عروستنا الحلوه الجميله كورفيت. اتفضل يا معلم. سي 8 سي 8 سي 7 سي 6 سي 4 سي 3 كله موجود. الشباب بيستعدوا عشان التراك مرة تانية. احنا مش بنبيع يا ريس. هو انا ببيع فعلا بس مش ببيع السيارات دي كلها، دي بتاعت ناس يعني، بس انا ببيع زيهم طبعا واقوى منهم كمان. تمام. مين قال كحليه؟ فين اي واحده كحليه؟ كحلية طب في واحدة هنا زرقاء هوريلك بس عاملة ازاي. زي ار وان يمكن هي دي اللي تقصدها. مظبوط. طيب هي مرة تانية. السلام عليكم. السلام ورحمة. هلا بيك الشباب بيسألوا لايف على التيك توك. أيه. على السيارة دي احكي لنا شوية عنها. اسمك ايه؟ نايف جبوري. ازيك ليه؟ عامل ايه؟ تمام؟ لسه جبوري. اهلا بيك. اهلا وسهلا. بالعراق الحبيب. الله يبارك فيك. اسمك ايه؟ نواف. نواف. ازيك يا نواف؟ حبيبي. في عليها اي تزويد؟ قال لي شو اي شيء؟ ستوك. ستوك. نتونس. ايه. طيب ده بس حلو احلى شيء. امن شيء. امن شيء. على السايد اليمين. طيب يلا حلو حلو ممتاز. هصورها شوية ليه تمام؟ قدامك. ماشي. حبيبي يا ليه.
لموا بعض اكتر، عايزين ناس كتير على اللايف عشان نستمر. لو مفيش ناس كتير على اللايف مش هنستمر. بعتوا لبعض، هاتوا اصحابكم قرايبكم حبايبكم. عايز اشرب ميه. ميه ابوت. افتح دي يا عبود، افتحها افتحها. صورني وانا بفتحها. اه شايفين الكلاسيك؟ تعالوا نقرب شويه من الكلاسيك. شوف الكلاسيك ستين جراي. الكلاسيك التاني كله كورفيت طبعا. ده هو كورفيت داي اصلا، تراك داي في ياس مارينا سيركت حلبة الياس، تراك الفورمولا 1. فين بقية الناس؟ How are you, sir? You're the owner of this beauty, yeah? Yes, yes. Can you give us some details? Please. Yeah. What's your good name? Abdullah Nuruddin. Abdullah Nuruddin, Mr. Abdullah Nuruddin. Which model is that? This is 1958. Mashallah. C1. C1? Yes. 1958, and, yeah. This is everything is original in that. Mashallah. I got a special FIWA certificate on this one. Mm. I'm the first owner of FIWA certified car in the UAE. Mashallah. In UAE. Yeah, yeah. You know Mashallah. That it's by EMSO. EMSO group. Yeah. Yeah. They are the one certifying that, and there is a sticker on it. No modification whatsoever? Nothing. Everything is original. Everything is original. Mashallah. No AC, no power steering. Ah. Yeah, everything is as it is. But everything is working fine? Alhamdulillah. Everything is good. Good, good, good. I don't want any eye on it. Mashallah. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Mr. Abdullah. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye-bye. الرجل خايف عليها تتحسد طبعا. ما شاء الله ممكن تتحسد طبعا. سيارة خمسيناتي يعني. طيب هناخد بريك ونبقى نرجع لكم تاني. باي باي. خليكم ورانا على التيك توك عشان اللايف اللي جاي. السيارة طالعة تاني. طيب مرة تانية حاضر. دلوقتي هنطلع نطلع لايف بس خلي الناس تتجمعوا شويه. مش مهم يلا اطلع 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 بتجمع معاك انت ماشي يلا خد الكاميرا ورياضي يلا مين امسك ايدين امسك يا مهند يا جامد ادعوني ادعوني انا مش شايف حاجه لسه لسه هيك لا 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 مهند مش عارف يلبس الكفر عيب ايه البطيخه
عاش مهند. عاش ابو فلاح حبيب قلبي. هاوي علبك يا مهند. روح ابو فلاح روح. مهند الفولورز بتوعك بقوا 106 108 متابعين. خد يا مهند. استنى صح. لا ايوه زين يلا احنا تعليق منك ابو يلا حبيبي ابو فلاح حبيب قلبي ستراك داي كورفيت جراند سبورت كولكتر تراك اوفيشال تراك كار ريس كار. يلا بسم الله. الهدف قدامنا يقول لك طرف ابو فلاح. بسم الله انت يا ابو فلاح رئيس نادي كورفت في الامارات واحنا راكبين معاه شخصيا. انا ما اعرفش انتوا سامعيني ولا لا. ما شاء الله طلع طلع دبري 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 يلو 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 we have to reduce the speed green now green okay هذا شوف هنا خذ
200 يعني عادي يعني مشكلة يعني. آخر لفة هاي آخر لفة على 200 تبريد برا بقى شايف هذا اخر لفه كيف جميله ما شاء الله طاير عندي لازم احمل العمود يعطوني تاير خاص سبيشال سايد ستاند تراك تاير تقول لي تراك مفتوح ما اقدر شيء يبان اني مال جنرال موتورز هاي لكم هذه اجربها جنرال موتورز اجرب بس اسمح لي اطلع معك ايه خلاص اوكي الحين بجرب فيها بنطلعها بنجربها بس مش فاهم طيب لا تحاتي الله الله انا شفتك كيف بتسوق ليه اخوف ولا شو والله تخوف بس عادي خوفنا راح يزيد دارون بس موقف السياره مكان ايش رايك بالتجربه جميله ما شاء الله والله طب طبعا يعطيك العافيه يا ابو فلاح الدوس اللي رحت على الكيرف الاحمر شيلها لانه بسبت شو التاير برد التاير برد يلا ابو فلاح ايه رايكم في التراك كان رائع وجميل وحار جدا يلا بينا ناخد بريك ونرجع تاني بعد البريك وراوي هلا حبيب كيفك راوي ايه ده انت بتصوري ولا بصورك بصورك هاي ده ده طاير بس ليتس جو انا عايز اخد لفه هو انا عايز اخد لفه لا الموضوع صعب صح متعب طبعا يا ريتشارد ريتشارد بس قفلها بقى قفلها خلاص ما فيش حاجه
اه طبعا. لا انا لايف اصلا شغال لايف والله. اه في وقت قاعد اصور و تمام. احكي لي على تجربتك. تجربه رائعه وجميله جدا ومرعبه جدا وما بتحسش بيها اصلا. لا والله ثواني. اه تعدي. كنا ماشيين على 200 في ال 200 ايه؟ 200 كيلو في النص ساعه. بس والكربات كتير وطبعا ابو فلاح عشان هو رئيس نادي الكورفيت فبيسوق كويس ما شاء الله. ما شاء الله عليك ابو فلاح. اللي ما يعرفش يخاف. بس انا ما بخافش. يا واد يا واعي. قلبت كذا مره بسيارات كتير وعدينا كلاب كتير وعادي. يا عم ربنا يستر علينا وعليك. طب الراحه بقى في هي دي C7. C7 احكي لي عن الراحه اللي فيها. لا هي دي سياره تراكات فانت مش متوقع مفيش حاجه بقى راحه خلاص كله ادرينالين كله ادرينالين وحتى ما تشغلش التكييف ولا اي حاجه خالص حر جدا وحاجه اخر حلاوه بس ممتعه. تعالى شوف كده ارفع الماسك. نتنفس شويه لان التراك كان تنس جدا يعني عصبي جدا وبيشد الاعصاب على الاخر بس ممتع بصراحه حاجه حلوه قوي. يا ريت اللي يجيله اي فرصه حاجه زي كده يروح يعملها طبعا على طول بس اهم حاجه السيفتي. شايفني؟ اه شايفك. و في صديق عندك عايز يعمل هوست معاك ويعمل توين لايف. مش هنعرف نعمل هوست دلوقتي عشان احنا هنطلع بريك بعد شويه. هنا بعد البريك تمام. يلا ناخد بريك. يلا باي باي. باي باي. طيب بما ان الفيورز موجودين يلا حالا هم عشان نبدا البريك. عشان نبدا اطفاء بالكافيتيريا ما في حاجه. احنا عايزين نبقى في التراك. السيارات في الخلفيه. او حتى سياراتنا تبقى هناك. يلا فينا نبلش. بلش. يلا هنطلع بريك يا شباب وهنرجع لكم بعد شويه. باي باي. خليكم معانا وهتقولنا في فيورز كتير وفولورز كتير عشان ما فيش فلوس كتير ولا حاجه. يلا باي باي. والله في لايف كمان تيك توك. طبعا معانا ربيع. ربيع الاور هو مدير المبيعات عندنا في بن حموده للسيارات للشيفروليه. وهنعمل معاه لقاء حالا عشان خصم خاص لمتابعي مهند غلام. تمام. اللي اي واحد بيجي من التيك توك لعند مهند غلام له خصم زياده مني وين ما كان كيف ما كان. حلو حلو. وشو بيشتغل وين ما بيشتغل. حلو جدا حلو جدا. يلا هنعمل لقاء وخليكم معانا على اليوتيوب. روح ورانا على اليوتيوب عشان نعمل اللقاء والحلقه تبقى قويه جدا ان شاء الله. يلا باي باي. ركبها له.